بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشكر المنظمين الذين أتاحوا لي فرصة الحديث أمام هذا الجمع المهيب من العلماء والمفكرين المسلمين في هذه الندوة الهامة التي جاءت في وقت هام، وهي ندوة الأقليات في الديار الإسلامية. أيضاً أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي يقوم بخطوات مهمة في توضيح الصورة الحقيقية والناصعة للإسلام في كافة أرجاء العالم، وتوضيح أن المسلمين هم جزء من هذا العالم وجزء بناء في هذا العالم، ولا يتخلفون عن المسار الحضاري الذي تتجه إليه البشرية، بل هم كانوا رواد في جميع المجالات. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة الأوقاف المغربية على دعوتها الكريمة لي ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ لحضور هذا المؤتمر، والذي يعتذر عن عدم حضوره نتيجة ارتباطات أخرى، ولكنه يتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق. ولن أطيل، سأحاول أن أوجز قدر الإمكان، لأن العلماء والمفكرين لم يتركوا ولله الحمد قضية إلا وطرحوها للنقاش. فمداخلتي ستكون إن شاء الله في عدد بسيط من النقاط. النقطة الأولى أن الجماعات المتطرفة تدعي انتمائها إلى مذهب معين، وطبعاً هي قبل ذلك تدعي انتمائها إلى القرآن والسنة، ونحن نعرف جميعاً أن هذا ادعاء كاذب. ادعاءها للانتماء إلى القرآن والسنة ادعاء كاذب وفهم مغلوط بنصوص القرآن والسنة، وكذلك فإن ادعاءها انتماء إلى مذهب معين هو ادعاء كاذب ولا أصل له. وكل المذاهب الإسلامية بريئة من مثل هذه الأعمال التي يقوم بها هذا التنظيم الإرهابي، والذي يدعي زوراً وبهتاناً تسمية نفسه بالدولة الإسلامية، فهو ليس بدولة، هو تنظيم إرهابي، وهو ليس إسلامي بل هو إجرامي. النقطة الثانية التي أحب أن أشارك فيها هي فيما يتعلق بين مفهومي المواطنة والأمة. مفهوم الأمة كما لا يخفى على علمكم الشريف هو مفهوم إسلامي أصيل ينتمي إليه كل المسلمين في كل مكان، ومفهوم قرآني عظيم ينتمي إليه المسلمين. أما مفهوم المواطنة فهو مفهوم متغير. مفهوم الأمة من الثوابت في الشريعة، الشريعة الإسلامية ما جعلها صالحة لكل زمان ومكان هو وجود الثوابت والمتغيرات. فكونك مسلم يعني أنك تنتمي إلى الأمة الإسلامية، وهذا مفهوم ثابت. أما المواطنة فهي مفهوم متغير، فقد تكون اليوم مغربي ثم غدا تكتسب الجنسية الفرنسية، أو قد تكون فلسطيني ثم تكتسب الجنسية البريطانية أو الأمريكية أو السعودية أو ما إلى ذلك. فمفهوم المواطنة هو مفهوم متغير، فهو يدخل في باب ما يعرف في الشريعة الإسلامية بالسياسة الشرعية، وهي السياسة التي يكون من خلالها سياسة الناس بالشرع
لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. فالمواطنة إذن هي مفهوم متغير بحسب الزمان والمكان، أما مفهوم الأمة فهو مفهوم ثابت قرآني ديني ثابت. أما مفهوم المواطنة فهناك، أعتقد أن هناك مفهوم للمواطنة الإسلامية، يعني مثل ما أن هناك المواطنة الحديثة والمواطنة الليبرالية، أعتقد أن بإمكان العلماء المسلمين أن يكون هناك المواطنة الإسلامية، بحيث أن مفهوم المواطنة نخضعه لثوابت الشريعة، وهو مفهوم متغير ويقع ضمن نطاق السياسة الشرعية وليس ضمن نطاق الثوابت في الشريعة الإسلامية. ونتأمل هذه الآية العظيمة التي وردت في سورة الأنفال في التفريق بين الأمة والمواطنة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. سورة الأنفال الآية 72. فإذا هنا الإقامة في الوطن جعلت هنا مفهوم المواطنة. الذين لم يهاجروا هم جزء من الأمة ويجب علينا نصرهم إلا إذا كان بيننا وبين الدولة التي يقيمون فيها ميثاق يمنعنا من نصرهم، فعندها لا ننصرهم رغم أنهم جزء من الأمة. فهذا هو الفرق بين الأمة والمواطنة كما أعتقد ويصوبني علماؤنا الأفاضل. النقطة الثالثة: تبذل المملكة العربية السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله جهودا كبيرة في محاربة التطرف وإشاعة الوسطية، وقد أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بيانات كثيرة أدانت فيها الاعتداءات التي تقوم بها الجماعات المتطرفة، كما وصفت بيانات هيئة كبار العلماء وصفت ما يسمى بالدولة الإسلامية بأنهم خوارج، وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتلون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم ولا يصل إلى عقولهم، لا يجاوز حناجرهم. ورأينا كم هي قسوة قلوبهم، ورأينا كم هو فهمهم مغلوط. ولقد أدانت المملكة العربية السعودية الاعتداء على الأقليات المختلفة في العراق وفي سوريا وجميع ما قام به هذا التنظيم الإرهابي، كما تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتوجيهات من معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، بإصدار العديد من الكتب وتنظيم العديد من الندوات لنشر فكر الوسطية والتسامح والاعتدال، وتنظيم الدورات التدريبية للأئمة وخطباء المساجد لتدريبهم على مهارات الحوار والتسامح، كما تم اتخاذ إجراءات عقابية لمن يخالف تعليمات الوزارة بنشر خطاب الكراهية أو الشحن ضد الآخرين. النقطة الأخيرة: لا بد أن أيضا نستلهم سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيرته التي كانت حافلة بالرحمة والتسامح. ولنستذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه رضي الله عليهم، فمرت جنازة فوقف لها عليه الصلاة والسلام، فقال بعض أصحابه: إنها جنازة يهودي. فقال نبي الرحمة: أوليست نفسا؟ فالاحترام للنفس البشرية بصرف النظر عن انتمائها الديني. كما أنه عليه الصلاة والسلام كان له خادما من اليهود، لماذا قبل عليه الصلاة والسلام أن يكون خادمه يهودي؟
كل الصحابة وكل المؤمنين يتمنون أن يرسلوا أبنائهم ليكونوا خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه اختار صبيا يهودي ليساعده على تكاليف الحياة، وكذلك لأن هذا النبي العظيم ظاهره مثل سره، فهناك غلام يهودي في بيته يطلع على كل أعماله. وهنا ننبه إلى ما قاله بعض الأصدقاء وشركائنا في أوطاننا من الأقليات حول التناقض بين القول والفعل عند المسلمين في هذا الزمان، وهذا هو من أهم أسباب تخلف هذه الدول الإسلامية وتخلف المجتمعات الإسلامية، فلا بد أن يطابق أقوالنا أفعاله. الله سبحانه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ظاهره وباطنه واحد، لا يخفي أسراره، وليس له سيرة في بيته وفي خصوصيته تختلف عن سيرته العامة. وكان هناك غلام يهودي شاهد على ذلك، كما أنه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. ما أحوجنا أيها الإخوة والأخوات أن نستلهم من رحمته وتسامحه صلى الله عليه وسلم ما يضيء لنا حياتنا ويذهب الغضب الذي في قلوبنا، وأن نلتزم هذه القدوة المثلى، فلنتسامح فيما بيننا نحن المسلمين، ثم لنمتد تسامحنا ليشمل الأقليات التي تشاركنا أوطاننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.